نروح لأخبار كرة السلة. نهائي دوري المرتبط للرجال لكرة السلة اللي وصل بين الأهلي والاتحاد السكندري للمباراة النهائية، وبكرة هتقام مباراة الذهاب. واتحاد كرة السلة أجرى تغيير على مكان إقامة مباراة المرتبط، كان مقرر إقامة مباراة فريق الشباب تحت 18 سنة على الصالة الفرعية لصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر الساعة 5:30، ولكن تم تغيير مكان المباراة، هتقام على الصالة الرئيسية قبل مباراة الفريق الأول اللي هتقام الساعة 8 مساء. مباراة المركزين الثالث والرابع بين سموحة والجزيرة هتبقى الساعة 3 العصر على الصالة الرئيسية كمان. الأهلي والاتحاد السكندري الاثنين أعلنوا عن الجاهزية لخوض المباراة النهائية في حالة تركيز كبيرة من الفريقين واستعداد خاص لمواجهة قوية بين الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني للأهلي والكابتن المخضرم طبعا أحمد مرعي المدير الفني للاتحاد السكندري. دايما مباريات كرة السلة المحلية كلها ندية وحماس كبير، وده في الحقيقة بيبقى راجع لقوة الأندية في كرة السلة في الدوري المرتبط. عندنا أندية قوية، محظوظين احنا بالأندية، عايزين نشوف ده كمان بيصب في مصلحة المنتخب.